صباح الخير خوتي ديالنا، تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي غادي نكونوا عاملين يد مساهمه فيه، اللي هو المقاطعه. بحال اللي عملتوا في المغرب، الناس اللي كتفرج فيا من المغرب، بحال اللي عملتوا في المغرب مقاطعه ديال سنترال، المقاطعه ديال بزاف ديال الحوايج. الحكومه تعمل لكم مطالب ديالكم، حتى حنايا هنايا في اوروبا بغينا حتى حنايا نقطعوا واحد بزاف ديال المنتوجات، بزاف ديال السوبر ماركادوس. هذا الميساج هذا خاص الناس اللي ساكنين في اسبانيا بصفه عامه، مثلا في اي مدينه كنتي في اسبانيا وكتشاهد الفيديو ديالي، نتمنى انك تبارطاجيه. وغنزل لكم جوج ديال الفيديوهات ديال جوج ديال القنوات اللي معروفين في يوتيوب صراحه، هما اللي يعني اللي تطرقوا لهذا الموضوع هذا. وحنا بغينا نكونوا يد مساهمه، حيت حنا كعرب كمسلمين بغينا نكونوا يد وحده في هذه الغربه. انا غادي ننزل لكم الروابط ديال هذه الفيديوهات هذو باش تدخلوا تعرفوا علاش غادي نعملوا هذه المقاطعه. هذه المقاطعه غادي نعملوها نبداو بثلاثه بحال اللي قال الاخ ابراهيم ريان برا. ننزل لكم القناه ديالو تحت في الديسكريبسيون، غتدخلوا غتعملوا الناس اللي ما عمرها تفرجت فيه صراحه دخلوا غادي تستافدوا منه بزاف. الاخ حسن انفو تا هو غادي ننزل لكم القناه ديالو. الناس اللي باغا تفكر تمشي لبيلبا ولا تفكر بايس باسكو، غادي تدخلوا القناه ديالكم، القناه ديالو غادي تجبروا معلومات حول بايس باسكو يعني بيلبا وما جوارهما. الاخ ريان برا في الميريا، الناس اللي في الميريا وبغات شي حاجه ديال القانون دخلوا عند الاخ ريان وغادي تستافدوا مزيان صراحه. المهم هذه المقاطعه قلنا غادي نعملوها على ثلاثه ديال سنتروس كوميرسياليس كبارين صراحه. ما كرهناش اي واحد مسلم او مغربي او جزائري او مصري او سوري عنده روح العرب وروح الاخوه يبارطاجي هذا الفيديو ولا الفيديو ديال الاصدقاء ديالي الا ما فهمتوش الشرح ديالي مزيان. دخلوا الفيديوهات اللي فهمتوا الشرح ديالو مزيان بارطاجيوه. واي واحد فلوجر كنتمنى من اي واحد فلوجر، انا هضرت مع الاخ ديالي مهدي، الصديق ديالي مهدي، حتى هو غادي ان شاء الله غادي يعمل فيديو على هذه المقاطعه هذه اللي غادي نبداوها بثلاثه ديال السوبر ماركادوس كيف ما قلنا كبارين اللي كيعاونوا هذا واحد الحزب. هذا الحزب هذا يعني اللي كيضر صراحه بالمهاجرين بحالنا حنايا مثلا. اي واحد كان عندك الوراق ولا ما عندكش الوراق راك كيضرك. هذا الحزب هذا ديال بي بي من الاحزاب اليمينيه المتطرفه، كاينه الفوكس بحال اللي قال الاخ ريان برا، وكاينه هاد بي بي هذا كيف ما قلنا. يعني هاد جوج الاحزاب هادو او لا بوينو، هاد ميركادونا كاينه ميركادونا، غنقطعوا ميركادونا، نبداو بثلاثه الحاجات كيف ما قال الاخ ريان برا، هما اللي غنركزوا عليهم دابا في هذا الوقت هذا. غنركزوا على ثلاثه صراحه. انا كنت كنتسخر ميركادونا بزاف، والعائله ديالي اللي هنايا صراحه كيتسخروا ميركادونا بزاف. يعني ما كناش عارفين صراحه هادشي اللي يعني هاد الفلوس ديالنا كنعاونوا بهم واحد الحزب اللي ديك الحزب كيدور مورا ظهرنا، وبحال نقول لك كيشبر موس وكيخشى لك مورا ظهرك. هاد الحزب هذا يعني اللي هو كيحارب المهاجرين، يعني اي قانون بغى يتفتح لصالح المهاجرين هو كيجي ضده، يعني هو ضدنا بصفه عامه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، اللي خوتكم حاربوا ميركادونا الكورت انجليز وهيبر كور. كيف ما شفت انا شفت الفيديو ديال الاخرين برا، نزل لكم تاهو الديسكريبسيون وغادي تدخلوا تفرجوا مزيان صراحه. اي واحد مغربي وعربي بصفه عامه وعنده الروح ديال الاخوه الروح ديال المسلمين، كاين اللي شاف هذا الفيديو هذا عربي ومسلم وخاك مغربي اقول لك تخانعي كيخور تخانعي كيروي. كنقول لكم بزاف ديال الحاجات يعني كيعجبهم، يعني صراحه ميركادونا عندها كاليدات، عندها الحاجه كاليتي ديال الحاجه مزيونه، ولكن نحاولوا ما امكن بدلو. كاين بزاف ديال البلايص كيبيعوا الحاجات تاهما بكاليتي مزيونه، كاين بزاف فهمت، ولكن نحاولوا مؤقتا نعملوا مقاطعه باش ان شاء الله هاد الحزب يعرف باللي المهاجرين عندهم واحد مكانه كبيره هنا في اسبانيا. يعني ولما كان شي مهاجر، ما صراحه حنا موقفين اوروبا، عفوا اوروبا حتى هي كامله، ولكن في اسبانيا مهاجرين صراحه راه موقفين اسبانيا. الا ما كانش المهاجر خدام في الفلاحه هنا اسبانيول قليل، اقسم بالله ما يخدم لك اقل من 10 اورو في الفلاحه. خدمت مع فلاحه، خدمت صراحه هذا العبد الضعيف، خدمت مع فلاحه، شكون كنجبر المغاربه والرومانوس،
تقول شي باغ شي اسبانيولي كيخدم لك في الفلاحه اقسم بالله ما كانش بالدبلوم ديالو كيتخلص اكثر من 10 الاورو يعني 100 درهم في الساعه والله ما يخدم. هاد الارض ضعيفه اخوتي كنا خدمنا في واحد نعاود لكم واحد القصه كنا خدمنا عند واحد اسبانيولي ماشي بزاف هو عنده الكراخه ديال الجداد تما كيربي الجداد كيجيب كيكون فلوس صغير كيبقى يربيهم عنده ثلاثه ديال الكراخات كبارين بزاف يعني كبارين موينو ماشي كبارين بزاف ولكن كبارين يكون فيهم واحد 300 متر في الكراخه تقريبا شني كنا كنعملوا حنايا يعني. كنا ملي كيتربى الجداد وكيكبر صافي ديك الجداد ديك الساعه كيتدفع من الشركه حنا حاشاكم كنا كنجمعوا ديك الشيء اللي كيبقى بقايا ديال ديك الجداد هذاك يعني كتكون واحد الريحه خايبه واحد صراحة صعيب تخدم فيها فهمت الا ما عملتش ديك كمامة من اخرك تقدر تمرض فهمت كنا حنا كنمشيو كنخدمو ديك الخدمة هذيك بسبعة الاورو الساعة ملي واحد الصديق ديالي يعني هو اللي خدم مع ديك الخيفي خدم مع بالوراق وكنا حنايا بلا وراق يعني كنمشيو نخدمو عنده كنخدمو عنده بسبعة الاورو الساعة قلت له علاش زعما ما يجيبش شي شركة ديال الامبريس شي امبريسا ديال الامبيسا وتجمع له هادشي هذا قال لي كانوا جابوهم كيخدمو 15 الاورو الساعة شوف حنا من 7 حتى 15 صراحة ملي قال لي هذاك صدمني خدمت ديك يومين اللي كانت باقا وما زدتش صراحه رجعت ديك حيت كنشوف حنا كنجيبوا الدل لراسنا صراحه نقولوا ديك الوقت هذاك ما كانش يعني بنادم ما عندوش الوراق بنادم ما عنده فين يخدم يعني بزز منه ما علمو حتى شي واحد صراحه ما علمو حتى راسي هادشي اللي كاين ولكن في هذا الوقت هذا يعني نحاولوا نركزوا على ثلاثه بحال اللي قال الاخرين برا على ميركادونا على كورتي انجليز سوبر ميركادو اخر الثالث غادي نكتب لكم هنايا غادي تجبروه هنايا ولا هنا في بغيت هنايا نكتب لكم هنايا خلي له بلاصه باش نكتب لكم باش تشوفوه مزيان وهادشي اللي كاين نتمنى هاد الفيديو هذا عفوا ولا اي واحد كامل الفلوك يهضر على هادشي هذا على هاد المقاطعه هذا باش يعرفوا ان حنايا هاد الحزب هذا اللي طلع زعما انا قوي انا غادي نحارب المهاجرين انا غادي انا فلان انا فلان 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 فلاني نتمنى يوصل الصوت ديالنا ليلو ويعرف بلي قيمه المهاجر هنايا قيمه عنده قيمه كبيره وهادشي اللي كاين وغنخلي لكم واحد المقطع ديال الاخ ريان برا والاخ حسن انفو غنخلي لكم واحد جوج مقاطع صغارين من هاد الفيديوز ديالهم باش تدخلوا عندهم وتفهموا مزيان حيت انا نقدر بزاف ديال الحاجات ما نقدرش نقولهم يعني هما عندهم معلومات كثار مني وانا غير نسخت منهم صراحه وجيت حتى انا عملت فيديو واي واحد كتمنى قصب بالله كتمنى بقلبي اي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا يوتيوبر يعمل فيديو حتى هو على المقاطعه ان شاء الله غادي نبارطاجيو له اي واحد عمل فيديو لهاد المقاطعه هادي نعملو يد في يد اخوتي وغادي نبارطاجي له انا والله ما عندي مشكل في بارطاجي له شي واحد واخا يكون يلاه بادي وهضر على ميركادونا او المقاطعه ديال يعني هاد المقاطعه هادي اللي غادي تبدا ان شاء الله انا بديتها اصلا صراحه بديتها هادي شي 4 ايام وانا اقسم بالله ما مشيت تخاص ميركادونا باقي عندي السخره ديال ميركادونا صراحه انا ولكن اللي شفت الفيديو ديال الاخ حسن والاخ ابراهيم ما زدتش تخاص ميركادونا كنمشي حيت حدا يديا وحنا نركزوا على ثلاثه الحاجات اللي المغاربه بزاف كيستهلكوا منا بزاف صراحه اكثر هنا في برشلونه اكثر من 50% ديال المهاجرين كيتاخروا ميركادونا حيت كيجبروا عندهم كاليتي زعما وثمن اقتصادي ولكن علاش ما ندوروش ما فعوت نمشيو ميركادونا نمشيو عند الجزار ياك حنايا كناكلوا الخبز بزاف حنايا المغاربه معروفين اولا العرب بصفه عامه ناكلوا الخبز كثيرا كاينه قزارة مغاربة كيبيعوا خبز مزيونة صراحة ديال الدار علاش ما نرجعوش نستهلكو من عندهم ونعاونوهم حتى هما باش يتحرك الاقتصاد ديالهم وديك كاينة يعني اللي كيعدل هاد الخبز ديال الدار كيكونوا نسا مساكن كيعاونوا الرجال ديالهم في الدار صراحة علاش ما نعاونوهمش ويكون استهلاك ديال الخبز من عند القزار كيعملوا هما الخبز ديال الدار صراحة كتجي مزيونة انا كتعجبني صراحه هادشي اللي دابا الفكره غادي نعملها في بالي ان شاء الله ميركادونا غادي عندك ان ساعلن من يومي هذا المهم هاد 3 ايام دابا ولا 4 ايام وانا مقاطع ميركادونا ولكن هاد ما عملت هاد الفيديو هذا كنتمنى من اي واحد صراحه غادي نبارطاجي وعمل فيديو تاهو فحال هذا وصاردوا لي في فيسبوك غادي نبارطاجي نقول خوتي تبارك الله عليكم بارطاجوا مع هاد السيد هذا او مع اي واحد عمل فيديو ديال مقاطعه وكاملين مقاطعون ونعملوا يد في يد اخوتي باش يوصل الصوت ديالنا هذا الحزب هذا اللي عامل فيه فرعون في اسبانيا كاينه بزاف ديال بونوك يعني بنكات
اللي كتمول هذا الحزب هذا باش باش بزاف ديال القوانين يعني ما يتطبقوش علينا. غير اسبانيا مثلا تبغي تفتح القانون بحال اللي كان تفتح غير في 2001 ولا في 2004 تفتح القانون ما عرفتش بالضبط فوقاش. المهم كان تفتح قانون باللي اي واحد هنا في اسبانيا بلا ورق غادي توالو ورق كي غير مثلا اسبانيا تبغي تعمل تفتح القانون كيخرج هذا الحزب هذا كيخرج له من جوم كيقول لهم نو اسمح لي ما تفتح لا قانون لان تفتحش قانون باللي هذا خلي يعني علاش تفتح القانون خلي المهاجر يعاني حتى حنايا ما محتاجينش المهاجرين. وصراحه اسبانيا محتاجه المهاجرين بزاف. هي دابا غادي يبداو الموسم ديال الفريس ديال الفريسه ديال الفراوله غادي يحتاجوا الخدامه بزاف. وهاد الخدامه ما كيجيبوها كيجيبوا اليد العامله اللي رخيصه. علاش؟ حيت اسبانيولي هنايا اسباني ما يمشيش يخدم لك في الفريسه ويضرب لك تماره بخمسة الاورو ولا ستة الاورو لا خدمه. علاش كيجيبوا لكم من المغرب الناس ديال المغرب؟ علاش كيجيبوكم من المغرب هنايا باش تخدموا؟ ولا جيبوكم غير هربوا صراحه هربوا بقاو هنا. كيجيبوا النساء من المغرب وكيخلصوهم صراحه بواحد مبلغ اللي هما كيجيهم كبير صراحه. ديك الناس اللي كيجيو من المغرب كيجيهم ديك المبلغ صراحه مزيان وهادي وهادي، ولكن هو في الحقيقه ديك المبلغ اليد العامله ديال المغرب رخيصه بزاف. علاش المعامل كاملين اللي في العالم تقريبا كامل كيمشيو للمغرب وكي كيستثمروا؟ علاش خدمت هاد العبد خدمت في المغرب الكابلاج؟ الكابلاج من اكفس الخدمه، والناس اللي خدامه في كابلاج هي اللي عاد معاتهم الكومونتاري، والناس اللي كتشوف فيديو ديالي هذا وكتخدمه في كابلاج هي اللي عاد تفهم علاش كنقول من اكفس الخدمه هي كابلاج في الشركات. وكيخلصوا بواحد الثمن بسيط جدا ما وصلش حتى اورو 50 يعني حتى 15 درهم ما وصلش في المغرب. يعني الثمن السميك ما كيوصل لك حتى 3000 درهم الا زدتي السوايع وزدتي هذه وزدتي هذه، يلا كيوصل لك واحد 3000 درهم. واللي كاري واللي عنده العواول ما عنده كيف ما نعرف كيفاش يعيش موت براسك. علاش كيجيو كيستثمروا في المغرب؟ واحد العام كانت دخلت واحد الشركه اللي اسمها لير اللي كنت خدام فيها انا. اول خلصه شني كانت غادي تبدا تعمل؟ شحال كانت تخلص نص ساعه؟ كانت تخلص 5 ديال الدولار نص ساعه، يعني 50 درهم كانت تخلص نص ساعه. صدق جا المغربي قال لهم لا هذا اش كتعمل؟ تنوضوا علينا الحال تفشوا الشعب تخلصوا 5 اورو. عطيني انا نتكلف الشعب ديالي انا اللي كنعرف له شحال خصو يتخلص واللي باقي انا اللي عندي صافي بونتو فينال. يعني نقطه رجع للسطح. صدق جا ديك المسؤولين المغاربه المخربه اللي كيخربوا بصراحه الدنيا فيما مشاو كيخربوها، شبروا ديك 5 دولار عطاونا واحد دولار وشي حاجه، يعني جا كتجي في السميك 14 درهم دابا واقيلا، يعني 13 درهم و50 ديال الفرنك، واللي باقي كامل الداوة كتبقى لك الشركه كتخلص لك لاسينيتيس يعني الضمان الاجتماعي ما كيخلص والو. يعني اللي بقى كامل كيديه ديك المسؤول اللي شبر ديك الشركه هذيك. واي كيقول لك واحد مثل اذا عربت خربت، يعني الا فيما مشيتي يا شفتي العربي. وكنتمنى من هذا الفيديو هذا العربي هو يكون يعني اليد المساندة لهذه المقاطعة. وتبارك الله عليكم، ما نطولش في الفيديو، نخليكم واحد مقاطع ديال ريان برا. المؤسسات او المحلات اللي كيمشيو ليها بزاف المغاربة هما ليدل ديال كاريفور ايميركادونا، وتخيلوا معايا 62% ديال الزيارات هذه للمغاربة، يعني 70% من القيمة صافي 70% 62% هي 70% و 70% اشنو خلينا؟ الا كان 70% كنمشي على الميركادونا فتبارك الله. ف انت بغيتي حقك، بغيتي قانون يحميك، بغيتي حقوق، بغيتي شي حوايج يعترف لك الدوله، هذه هي الفرصه ديالك. حنا البويكوت ولا المقاطعه انا اصلا كتبان لي هي احسن طريقه، ماشي فقط مع الكاريفور عفوا هما ثلاثه اللي واقفين مع الاحزاب هذو. عندك السيدي قلنا ميركادونا ثم شتو السبب شكون هو؟ وهنا كنأكد لهذوك المغاربه اللي كيحسب لهم الله ان راه ميركادونا غتعيش بيك ولا بلا بيك، راك غالطه خويا راك غالطه اختي. عندنا كورت انجليز وغنعرفوا دابا علاش، خليكم معايا تشوفوا دابا الكورت انجليز. كورت انجليز اسيدي دخلنا للصفحه هذه في يامات كان الحرب كيقول لك على حساب كيقول لك الا كان الملك والبي بي والكورت انجليز مورا الارهاب ديال ايسيس شي ديال سوريا والعراق وداكشي كامل. فكنشوفوا في 2016 داروا واحد الحوارات شافوا ان كاين شي دعم لان كاين السوق ديال السلاح وغيره، فكيقول لك الكورت انجليز هانشي هنايا هادشي كلشي غنخليكم تحت. هي بدون شك واحده من الشركات اكبر يعني اللي ما معروفش يعني سينيستراس ديال وسترو بايس في البلاد اللي هي غريبه يعني عندها شي غموض. استكلارامنتي يقول هذا البودير وعندها علاقه كبيره يعني باينه طبعا مع القوه او السلطه.
سبيسيالمون تاع البارتيدو بوبولار. هي مع البارتيدو بوبولار اي كوندو سيتو كان ونهار ربحوا هما في 2011 داروا ما نعرفاش شنو يعني في الكورت انجليز اغونيزابا جيغو اتني بروبليماس كون كيداش مي سيريوس من بلاصه لان من وقع المشاكل في 2011 احتاجت اداه لان لا تاد البارتيدو بوبولار كانت اداه هي كوادرو نيوز بويز ريكوبراسيون اسبالبابلي قال لكم بعد من دار واحد المده ديال 4 سنين بينوا انهم عندهم ارباح هما ديالها وقال لك لابور ديال مانويل بيزارو هذا هو واحد من المؤسسين ديالها قال لك واحد انسان مقرب للبيبي فاموسو دي باتي بيزارو بيزارو سولفيس 2008 سيتو فوندامنتال. المهم باش نبين لكم ان هي كدير واحد السياسه باش تقدر تنهب المال العام او تنهب المال ديال الكليان بواحد الصوره ان هي راه الكورت انجليز او وايبركور خدامه الكورت انجليز عليها عندهم نفس السيمبولو كتلقاو مثلث خضر ومثلث ازرق وكيدمعوا كيدمعوا راه حنا اللي كندمعوا وكيدعموا كما قلنا الاحزاب اليمنيه منها البيبي. بالنسبه للمغاربه حنا غنبينوا لهم بلي راه ممكن اننا نديروا التغيير وغادي نحدثوا التغيير ان شاء الله. المقاطعه كما هضرنا في فيديو سابق علاش غير باش نردوا الجميل حتى حنايا للحزب ديال بيدرو والبيدرو بنفسه كما قلنا لكم يعني فاش بقاو عليه خرج يعني خاصنا نديروا الانتخابات يعني زيروه كما كنقولوا حنايا وهو اعلن على الانتخابات ولكن حتى حنايا شكون ولكن هاد الثلاثه هادو اللي زيروه يعني المبادئ ديالهم كلها ضد هذا ضد المهاجرين وخاصه ضد المهاجرين المغاربه لهذا كما قلنا لكم حتى حنايا غادي نردوا الاعتبار وغادي نبينوا لهم حتى حنا علاش لان هاد بيدرو هذا عطانا ومازال كيعطينا مشى للمغرب دار اتفاقيات في المغرب دار اتفاقيات مع على حساب المهاجرين سنى على الميثاق العالمي يعني شحال من حاجه دارها وحتى هو يستاهل اننا حتى حنا نديروا شي حاجه من يعني في المقابل حتى حنايا باش ندعموه حتى حنايا كما قلنا سميتو الناس ديال المهاجر اللي عندهم الجنسيه كنتمنوا انهم يعني يتحدوا بيناتهم ويديروا الصوت ديالهم مع الصوت ديال الشعب ويصوتوا للاحسن. حنا راه ما كنهضروا لا على الانتخابات ما كندعموا لا انتخابات لا والو ولكن كما قلت لكم يعني حتى حنايا بغينا نديروا نردوا الاعتبار لروسنا. وكما قلنا لكم التغيير راه ممكن يجي من واحد صوت واحد فقط صوت واحد ديال الجنسيه بالنسبه للناس اللي قالوا لكم يعني اصحاب الجنسيه قلال وما عندهم ما يديروا. تخيلوا معايا انا حطيت لكم هذا المثال هذا لاحظوا معايا هذا القلم هذا هنايا وانا حاطه فوق هنايا غادي نتخيلوه بحال ميزان ها هو دابا راه توازنات القوى غادي نقولوا الحزب ديال بيدرو هو هنايا والحزب ديال الاخرين ديال البيبي مثلا هو هذا اللي هنايا. تخيلوا معايا غادي نجي انا الجنسيه نقولوا حصلوا على يعني على الاصوات كاملين بحال حصلوا على 50% 50% ولكن الا جيت انا مثلا بالصوت ديالي واحد صوت واحد وغادي نحط هذا هو الصوت كما غنقولوا حنايا غادي نحط لهاد الجهه هادي نقولوا مثلا هادي هي ديال بيدرو غادي نحط هاد سميتو هذا الصوت هذا ديالي وغنشوف واش غيتغير واش غيتغيروا ميزان القوى ولا ما غاديش يتغيروا. لاحظوا معايا غنحط وغتلاحظوا بلي راه يعني الكفه راه ترجحات للجهه الاخرى. المهم غير باش نبين لكم يعني في الميزان راه 1 غرام في الميزان غرام واحد راه ممكن انه يغير الكفه لجهه او للجهه الاخرى.